شفتي مشاهدي خانا شفتي بانه مرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. كما كنعرفوا حنا على بعد 3 ايام من موقع يوم الاثنين ان شاء الله الوداد الرياضي ضد الاهلي المصري، مباراه كيتسنى كاع المغاربه. اليوم معنا لاعب الوداد الرياضي السابق سعيد الزموري، غيحفز اللاعبين، غيحاول يقول لنا على كيفاش كتمر الاجواء قبل النهائي ويعطي رساله للعبة ديال الوداد الرياضي ان شاء الله. سي سعيد مرحبا بك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالدعاء. فيما يخص المقابله ديال الاهلي والوداد، حنا تنعرفوا على بالنسبه للفريق الوداد ولا الاهلي بانهما فرق غنيه عن التعريف، وكنتمناو ان شاء الله باذن الله السميع العليم تكون المقابله تدوز في جو رياضي تكون الكرة وتكون الفرجة وتكون الأمور غادية على أحسن ما يرام، واللي عنده فرج ليه راه غادي يربح. سي سعيد بحكم ديالك أنت لاعب سابق الوداد دوزتي مباريات كبيرة، حاول تقرب لنا من الأجواء دابا ديال اللعابة، كيفاش كيدوبوا بيناتهم؟ كيفاش نوصل لهم ميساج أنه راهم شعب كيتسنى؟ بالنسبة للجواب ديال الوداد ولا ديال الأهلي بأنما كاين شعوب ماشي شعوب تتفرج وعندهم جمهور، كل فريق عنده جمهور ديالو وكل فريق باغي وكل جمهور باغي الفريق ديالو يربح. بالنسبه للوداد عندهم افونتاج على الاهلي، علاش؟ لانه عندهم ان بيبليك، عندهم ان بيبليك مزيان ووصل للبلاد ديالهم وخصهم غير يعرفوا كيفاش يجيريو. وانا دزت في هذه المرحله دزت فيها بانه هو الانسان تيكون عايش على الاعصاب ديالو، تيكونوا متوترين وهذا هو المشكل، لانه الدور كيكون ديال المدرب. المدرب كتكون عنده لا بيداغوجي ديال لي جوار وديال الخدمه ديالو، عندهم تبارك الله عندهم ان جوار اللي هو عاش بروفيسيونيل وجوار اللي بعقلو وتيعرف اش تيدير، والكلوب كله عندهم رئيس مزيان وعندهم الطاقم التقني ولا سميتو عندهم الوداد عندها فريق كبير. الوداد من زمان لان الفريق عريق وفريق عالمي وفريق ديال الالقاب وفريق ديال وسميتو. وبالنسبه للاهلي تا هما كذلك ومثال، تا هما جايين باغين يربحوا، تا هما جايين باغين يديو الكاس وباغين يديروا المجهود ديالهم وغيديروا توب بور لو توب باش يديو الفينال. ولكن الوداد ما خصهمش يسمحوا في سميتو في الكاس ديالهم، لانهم عندهم افونتاج هنا في بلادهم، خصهم يعطيو ويديروا الحيطه والحذر. والمدرب راه عنده كفايه وعنده درايه في الفوتبول، لانه خصو يعرف كيفاش يوقف ويعرف كيفاش يستغلوا الفرص. وكنتمنى ان الوداد هما اللي في نظرك الوداد قادر يكرر السيناريو 2017 اللي فات على الاهلي المصري هنا بالدونور بواحد زيرو، قادر يكرر السيناريو؟ ماشي بعيد، لان الكره ما عندهاش المنتهى، لان الكره فيها الخسر وفيها الرابح وفيها المتعادل، لانه الكره تقدر تكون الوداد غدا تعطي المقابله، تكون المقابله كاع ديال الوداد، ولكن كتجي واحد اللحظه تقدر تقدر واحد اللاعب يقدر يخلق لهم مشكل. واخا تكون دوميناسيون توتال ديال الوداد، ولكن في الاخر تتبقى اون مينيت ولا دو مينيت كتجي على بختها كتجي الكره تبقى، لان الفوتبول هو هذا. بغينا ناخذ الراي ديالك في البلاغات ودوك الاحتجاجات ديال الاهلي المصري اللي ما عرفناش شنو المغزى ديالها، واش باغيين يديروا الضغط على الوداد ولا داك الشيء اللي كيقولوا في البلاغات واش عندهم فيه حق ولا لا؟ انهم احتجوا على التنظيم ديال النهائي هنا في دونور، احتجوا على شحال من حاجه. بالنسبه للاهلي دوزوا كارير ديالهم كان عندهم حتى هما تلاعب، هما ولا الترجي ولا كان عندهم تلاعبات حتى هما مع الـ مع الـ مع الـ مع الرسميه، كانوا عندهم تلاعبات. داك الشيء اللي تنسموا عليهم ما تيشرفش الكره العربيه ولا الكره الافريقيه، لانهم حتى هما بداو تيتر حتى هما، ولكن داوها بواحد ماشي على جدارة واستحقاق، داو حتى هما بتلاعب ما بين لي زاربيط وهنا وهنا. هذا هو والكرة دابا راه اللي عنده راه غير اللي ما عندوش راه غادي، لانه ما غاديش يبقاو هما يا غادي كما كنقولوا حنايا كيكملوا في الساعات.
كما كنقولوا حنايا الانسان تيقول لك باش قرب لي الميكرو عفاك تيقولوا لا بانه لا راه يلعبوا في بلادهم ولا هذاك الشيء. دارت القرعه دارت على جداره واستحقاق وتقبلوه ما عندهم ما يدير اللي عليهم هما يجيو يلعبوا ويديروا الفرجه ويكونوا ملتزمين اللي عنده راه غيربح. بغيت تعطيني رساله تحفيزيه للعابه نفترض ان اللاعب الان كيشوفوك شنو بغيت تقول لهم رساله من القلب؟ الرساله اللي نقول للاعب انا هو انسان يكون كونسونطري في التيران ويعطيو اللي عنده لانه الا كان جوج لعابه ولا ثلاثه ما عطاوش تيكون لو جو ديزيكيليبري. تنبغي انا نطلب من اللعابه كما حنا كنا كندخلوا تلعبوا على المايو ما كنا تربحوا لا فلوس لا والو وتلعبوا على المايو وحب الفرقه وحب ديال الجمهور. راه الناس تعرفنا وشافتنا وعرفتنا كيفاش كنا كنلعبوا لان كل واحد كل لا زون اي لعاب في لي زون ديالهم في لا كومبليمونتاريتي ديالهم خصهم يكونوا كاينين ويبذلوا واحد المجهود وان شاء الله راه غيكون خير. وانا تنتمنى الوداد دير كاس كاس يبقى في كازا هادشي اللي ان شاء الله ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ثم على المشاهدين الكرام كنا مع اللاعب السابق الوداد الرياضي سعيد الزموري حاول يحفز اللاعبين حاول يعطي رساله تحفيزيه للاعبين ان شاء الله يوم الاثنين احنا على موعد مع التاريخ ان شاء الله الكاس يبقى في كازا. على تصور المشاهدين غنودعكم نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء.